وإلى فقرة التواصل المشاهدين، حيث انطلقت في معظم محافظات المملكة يوم السبت حملة نظافة شاملة ضمن مبادرة صرخة وطن بيئتنا حياتنا، والتي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والشعبية. وتأتي الحملة بهدف التوعية البيئية والتأكيد على أهمية المحافظة على نظافة الوطن وضرورة التخلص من النفايات بالطرق السليمة، إضافة إلى أهمية زراعة الأشجار والعناية بها وفوائدها على البيئة. وللحديث ومعرفة أكثر عن هذا الحملة، يسعدنا أن يكون معنا الناطق الإعلامي لوزارة البيئة الأستاذ عيسى شبول. أهلا بك أستاذ عيسى. أهلا أهلا زميلي شهد، يا مرحبا، أسعد الله أوقاتك. صباح الخيرات، يا مرحبا. أهلا فيك أستاذ. بداية بدنا تحكي لنا عن الخطة التوعية البيئية اللي أطلقتها الوزارة من خلال الحملة. تمام، شكرا لقناة الأردن اليوم. الحملة التي تنفذها وزارة البيئة منذ أواخر العام الماضي طبعا أملتها ظروف موضوعية تمثلت بالرمي العشوائي للنفايات وضرورة يعني وضع حد لمثل هذه الممارسات البعيدة عن مجتمعنا وعن حضارتنا وعن واقعنا. صحيح. تضمنت هذه الحملة سلسلة من المحاور، لعل من أهمها إنتاج أفلام ومواد إعلامية توعوية تستهدف طلبة المدارس بالدرجة الأولى. جميل. تم إنتاج 6 من هذه الأفلام وجرى بثها عبر شاشات التلفزيون الأردني وقناة رؤيا في هذه الفترة، طبعا بهدف يعني تسليط الضوء على السلوكيات السليمة والنهي عن السلوكيات الخاطئة. جميل. فهذه طبعا ومستمرة عملية العرض حتى يعني تؤدي رسالتها. طيب أستاذ، ما الرسالة التي كانت من خلال إطلاق الحملة اللي هو أضخم إطلاق لحملة نظافة نظافنا حياتنا؟ نعم، نتحدث اليوم عن هذه الحملة التي تمت يوم السبت الماضي. هذه الحملة طبعا بداية هي غير مسبوقة لجهة الحجم والتنظيم، ويعني تهدف إلى إرسال رسالة قوية ولترسيخ مفهوم الوطن على إنه بيتك. جميل. هلا شاهد، يعني معنيين إحنا بإنه نعتبر في تصرفاتنا وفي سلوكنا تجاه بيئتنا المكان العام، الحديقة، المتنزه، الغابة، هو تماما كما لو أنه بيتي. بالتأكيد. بالضبط. فمن هون احنا تم يعني حشد طاقات المؤسسات الحكومية. جميل. المعنية بهذا الموضوع، ولا يسار الا يعني اذكرها، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة الشؤون البلدية، وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالإضافة الى وزارة السياحة. يضاف إلى هذا مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات البيئية، والتي على رأسها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وجمعية البيئة الأردنية، وأيضا المفاجئ بالموضوع المشاركة النوعية للهلال الأحمر الأردني في هذه الحملة. الحملة تم طبعا بداية تحديد 60 موقع في كافة محافظات وألوية المملكة. جميل. 60 موقع هم طبعا بيحاكوا الطبيعة، بيحاكوا الأماكن العامة وأيضا الحدائق والطرق العامة أيضا. يعني يجب أن نضع حد وننتهي من نهج إلقاء النفايات من المركبات أثناء السير. طيب أستاذ، بالحديث عن التنسيق مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات، هل هناك ما هي الخطة أو ما هو مطلوب من هذه المؤسسات في الفترة القادمة بالنسبة للحملة؟ في الفترة القادمة طبعا احنا الآن أطلقنا صرختنا، كانت ناجحة بكل المقاييس بعد ما يعني تم ورود التغذية الراجعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. تمكننا من إيصال الرسالة بكل قوة لكل يعني المعنيين بهذا الموضوع. يعني وإحنا يوم السبت أثناء عملية النظافة كان في هناك ناس بتنزه فقالوا إحنا الآن ما عاد في مجال إلا نروح مخرجات ونفاياتنا إلى منازلنا حتى نتخلص منها بالطريقة السليمة. قلنا لهم لا، الخطة يعني ستتم خلال المرحلة المقبلة تأمين نفايات حاويات للنفايات بالمتنزهات والحدائق.
طبعا الحدائق موجود بس سيكون هناك يعني بشكل اكثر تكثيف بالضبط، ولكن المفاجئ بالموضوع هو او المستجد في هذا الموضوع هو سيكون هناك حاويات. تم الطلب من البلديات في مختلف محافظات المملكة وتحديدا تلك التي يعني تضم في مناطقها الغابات والمتنزهات برنامج لسيارات البلدية والضاغطات فيها للتخلص من النفايات المتولدة في تلك المناطق. جميل. أيضا يعني احنا تعلمي زميلي الشاهد انه الإعلام هو ركيزة أساسية بالتأكيد في إسناد أي عمل في هذا البلد، وبالتالي كان الإعلام حاضر بكل قوة. عملنا مركز إعلامي في موقع الرئيسي لإطلاق الحملة وزود بكافة التسهيلات لزملائنا الإعلاميين اللي غطوا المناسبة من تحت الأشجار من غابة دبين، وكانت يعني والحمد لله يعني ناجحة بكل المقاييس. يعني يعطيكم ألف عافية أستاذ عيسى. لكن بالحديث عن بعض أو عن خطة عمل الحملة أو صرخة الوطن، هل هناك من ضمن خطة العمل المستقبلية نظام لتفعيل بعض القوانين التي لحماية البيئة أو بعض المواد في قانون العقوبات لمخالفة المخالفين بالنسبة لإطلاق النفايات أو غيره من ما يكون من المواد في القانون؟ تمام. احنا يعني الى جانب خطة التوعية الجاري تنفيذها والتي تستمر طبعا لمدة عامين، وانت تعرفي انه اي خطة اعلامية يجب ان توعوية يجب ان تأخذ مداها بالكامل حتى تحقق اهدافها. بخط موازي الوزارة تعمل على تحديث وتطوير واضافة مجموعة من التشريعات التي تحكم العمل البيئي، وهناك قانون جديد لحماية البيئة سيعلن قريبا بعد أن تم الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة. في عندنا مجموعة من الأنظمة والتعليمات جرى يعني إعدادها وخرجت إلى حيز التنفيذ، ولعل من أهم هذه الأنظمة هو نظام تداول واستخدام واستيراد الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل. الآن بموجب هذا النظام سيتم منع إنتاج الأكياس السوداء بالمطلق. هذا واحد. اثنين، سيكون لدينا الأكياس البلاستيكية المتداولة أكياس بديلة تكون قابلة للتحلل. كما تعلمي الأكياس المتداولة حاليا لا تتحلل بعد 30 و40 سنة. صحيح. وبالتالي لدينا الآن أكياس سيتم إنتاجها خلال فترة أقصاها 3 شهور، وهذه الأكياس خلال 18 شهر بتتحلل وبتذوب وبتنتهي، وبالتالي احنا بنكون تخلصنا من عقدة. ودعينا نعترف بأنه هذه المشكلة يعني لا يجوز أن نسكت عليها. صحيح. الأكياس البلاستيكية المتداولة بكثافة، وأينما ذهبت تجدي الألوف من هذه الأكياس المتطايرة، وبالتالي يجب أن يتم وضع حد لهذا الموضوع. صحيح. كيف يمكن للمواطنين أن يحصلوا على هذه الأكياس القابلة للتحلل؟ هذه الأكياس طبعا إحنا معالي وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط قام بثلاث زيارات متتالية لأصحاب هذه المصانع في سحاب الصناعية وماركة حيث تواجد هذه المصانع. جميل. وتم اللقاء معهم بهذه الزيارات الثلاث. كانت الرسالة واضحة، وتم إحاطتهم علم بأن هناك نظام سيحكم هذه العملية ولن يتم إنتاج أكياس غير قابلة للتحلل. هذا من جهة، ومن جهة ثانية زرنا مصانع لصناعة الأكياس الورقية، وإذا سيكون هناك الآن بمتناول المستهلك أكياس ورقية سيكون هناك أكياس قابلة للتحلل خلال فترة أقصاها كما أسلفت 18 شهر. وبالتالي كانت استجابتهم يعني ممتازة، وإحنا الآن يعني من 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 خلال قناة الأردن اليوم يعني منطالبهم أنه يعني سرعة التكيف مع هذا الموضوع، لأنه بيخدمهم وبيخدمنا بالتأكيد. أيضا وبيخدم الوطن والمواطن، ومنكون يعني حلينا مشكلة الأكياس البلاستيكية المتداولة واللي بتتطاير وغير قابلة للتحلل. صحيح.
أستاذ عيسى شبول، شكرا لك على هذا المداخلة، ونشكركم على المبادرة صرخة وطن، بالتأكيد مبادرة جدا رائعة، ونحن بحاجة لمثل هذه المبادرات الهادفة في الشارع الأردني. شكرا لك.